قرر البرتغالي ألكسندر سانتوس المرشح لخلافة وليد الركراكي توقيف مفاوضاته مع الوداد بشكل مؤقت بسبب خلاف على مستوى مطالبه المالية التي رفضها الوداد. وكشف موقع MFM أن وكيل أعمال ألكسندر فاتح وكيله من أجل العرض، إلا أن مطالب الأخير كانت كبيرة. وأشار ذات المصدر إلى أن العرض المالي للوداد الرياضي أكثر مما يتقاضاه المدرب مع فريقه الحالي بيترو أتلتيكو الأنغولي، وهي خطوة تؤكد تردد الأخير في تغيير الأجواء. وينتظر الفريق الأحمر قرار المدرب بقبول العرض أو رفضه للمرور للمرحلة المقبلة، والتي تهم فتح باب المفاوضات مع مدرب بديل.